بسم الله. ربنا ثبتنا حين نلقى أعداءك، واجعلنا ممن لا يخشون سواك يا كريم، لأن سلطانك عظيم وسلطانك لا يترك شيئا إلا وكان مهيمنا عليه. ونحن نعلم أننا حين نواجه أعداءك نواجههم يا ربي جأش ناتج عن يقيننا فيك، ويقيننا أنك تنصر من نصرك، ونعلم كذلك وما النصر إلا من عند الله، ونعلم ما قلته لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه حالتنا، وهذه أسباب تجعل أعداءنا لا يثبتون حين نلقاهم في كل ميدان، ميدان سلم أو ميدان حرب، والحرب خدعة. نحن نتقن تمويه من تمويهنا لإيقاع أعداءنا في الشباك، نعدها بكل دقة حتى يقع العدو. نعرف التاريخ مالي بحيل حربية، نحن أنا نتقن تحقيقها كما وقع في الخندق. نحن تقنيون ونحن عاملون لرضاء رب العالمين، فحين نضطر إلى مواجهة أعداءك الصهاينة اللئام الفساد في العباد، ما نعرف اللي احنا غالبون ولو بعد حين. والله نعلم أن الله يمقتهم، وأن الله من يغريهم بهيمنة فاسدة، هيمنة لا حقيقة لها بل هيمنة تمثيلية. ونعرف أن التمثيل لابد لها أن تنتهي، ويرجع الناس إلى واقع آخر غير الذي شاهدوا أو حسوا به. كل المدة التي كانوا فيها مندهشين ومسحورين بما يلقي عليهم عموما من ممثلين من أشد المرضى، ويتقن التمثيل ويسيئون الامتثال إلى الرحمن. فبعد السكرة بتاعهم أمام المشاهد من على طول المشاهدة، وهي سكرة زيت نسيان الله ومراقبة الله وكتابة الله لما يصنعوا، وهم يضحكون وهم يتغامزون. على كل حال السكرة لا تدوم، وكي تفيق تلقى أمامك حساب الله، ووجدوا ما عملوا حاضرا. أي هذا شهادت كلها توفر في سون لا بيان انسكري اي vous allez être jugé à la lumière de ce que vous avez fait. والسلام التمام والكمال على أمة الإسلام.